يوم بعد الآخر، يثبت حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق أنه أحد المدربين الشباب القادمين بقوة في عالم التدريب. منذ إعلان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيينه مديراً فنياً لفريق 2003 بالنادي، يثبت أن موهبته الكروية لم تقتصر داخل المستطيل الأخضر فقط، وإنما امتدت لخارجه لينضم لقائمة المدربين المميزين بقطاع الناشئين بالزمالك ويحقق نجاحات عديدة منذ توليه المسؤولية، بخلاف مساهمته في إمداد الفريق الأول بالعديد من العناصر المميزة. حسين ياسر المحمدي أو ثعلب الصحراء كما يلقبه البعض، من مواليد 19 من يناير عام 1984، يمتلك مسيرة كروية ناجحة أبرزها اللعب في صفوف الزمالك، وكذلك اللعب لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي موسم 2005-2006. وبعد انتهاء مسيرته الكروية، قرر المستشار مرتضى منصور الاستفادة من خبراته الكروية الطويلة بالانضمام لمدربي قطاع الناشئين منذ الموسم الماضي، ولا تزال مسيرته مع فريق 2003 مستمرة بالموسم الحالي. وبعد خوض 5 مباريات نجح في تحقيق 3 انتصارات أمام فيوتشر وزد وبتروجيت، وتعادل في مباراتين مع سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود دون التعرض لأي هزيمة حتى الآن، لكي يتواجد وسط الكبار في مقدمة جدول ترتيب الدوري.